إذاعة سلطنة عمان تقدم طبعا بديت القراءة لما كنت صغير. والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ. لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب. إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه، يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان. نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة. يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة، لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر. في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها. لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل. القارئ الصغير، القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. العاشقة للقراءة. يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم سليمان بن علي المعمري. القارئ الصغير. إخراج أمينة بنت ناصر العامرية. القارئ الصغير. القارئ الصغير. أهلا ومرحبا بكم أعزائنا إلى هذا اللقاء اليومي مع القراء الصغار. قارئتنا في حلقة اليوم هي ثريا بنت أحمد بن حمد الحارثي، البالغة من العمر 12 عاما. ثريا طالبة بالمدارس المتحدة فرع المنى، تهوى القراءة لا سيما قصص الأطفال، وتشارك في مسابقة القرآن الكريم. القارئ الصغير. مرحبا ثريا. مرحبا، كيف حالك؟ زينة. ايش معنى ثريا؟ مجموعة من النجوم. مجموعة من النجوم. واختك اسمها فرقد. نعم. ايش معنى فرقد؟ النجم القطبي. ما شاء الله انتم كلها عائلة نجوم. ايوه. جميل. قلنا انك تحب القراءة. نعم. ايش الكتب اللي تحبينها؟ نوعية الكتب اللي تحبين قراءتها؟ الواقعية أكثر، يعني كتب حقيقية. قصص يعني؟ قصص. أيوة. أشوف قدامك كتاب ملك صغير وكتاب كبير، لمن هذا؟ عبد الوهاب المسيري. جميل، قرأتيه ولا لسه؟ نعم. عن إيش يتكلم؟ يتكلم عن ملك كان يحب القراءة. وقال للعلماء والحكماء إنه يسووا كتاب عن الحكم عن الكون، وعشر سنوات وهم يكتبوا وعطوه. قال الملك خلاص أنا كبير ولازم أهتم بشؤون الدولة، لخصوا لي أكثر. بعد 5 سنوات لخصوا له وصار يعني شيئين قلدين، وقالوا له هذا الكتاب. قال حاول، أنا الحين كبرت ولازم أهتم أكثر، عندي مشاكل في الدولة. وقالوا زين باللخصة، لخصوا الكتاب بعد 2 سنين وعطوه. قال خلاص أنا مقدر يعني أقبل الكتاب. ليش ما يقدر؟ لأنه خلاص كبر واهتم أكثر بشؤون الدولة. جميل، وانتهت القصة؟ طبعا انت اختصرت القصة، قصة الكتاب كامل في دقيقة. نعم. ايش العبرة اللي خذيتيها من هذا الكتاب؟ ان لازم نقرأ اكثر، و يعني القراءة هي اللي تحل المشاكل. القراءة هي اللي تحل المشاكل. نعم. جميل. انت طبعا في البيت يشجعونك على القراءة؟ نعم. من يشجعك؟ امي وابوي. وأخوك مقداد ما يشجعك؟ يشجعني. يشجعك بدليل إنه هو اللي جايب لنا كان الاستوديو، صح؟ صح. أمك وأبوك يشجعوك على إيش؟ على قراءة الكتب. أبوي يشجعني يجيب الكتب ونحن نقرأ له، وهو يسمعنا يوم نحن نقرأ. تتذكري كذا، ضربي لمثال على كتاب جابه أبوك وعشان تقرأ له إياه.
تاريخ الخلفاء، يتكلم عن الخلفاء الراشدين وأشياء الخلفاء الراشدين والأمويين والأمويين والعباسيين. نعم، هذا طبعا لجلال الدين السيوطي. أنت وحدك ولا أختك معك تقرأ؟ أنا وأختي. أنت بعد تشاركي في نشاطات في المدرسة صح؟ صح. إيش تشاركي في المدرسة؟ مثل مسابقات قراءة ومسابقات قرآن. صح، على ذكر مسابقات القراءة، أنت مشاركة في مسابقة قطار المعرفة. نعم. الحين طبعا قطار المعرفة معروف أنه 5 جوازات. نعم. أنت وين واصلة الحين؟ في المرحلة الأولى، الجواز الأول. أيوة. كم كتاب يعني؟ نقرأ 20 قصة أو كتاب ولازم نلخصهم. وأنت قرأت 20 كتاب؟ لا بعد. يعني الحين بادية؟ الحين بادية من قريب. بس كم الكتاب لخصت اللي انتو؟ ولا واحد؟ من اليوم عطيني. من اليوم بادية؟ ايوة. يعني ان شاء الله اليوم بس بقرأ قصة وبلخص. تمام. وهذا كتاب ملك صغير وكتاب كبير من ضمن الكتب؟ نختار نحن، نختار اي قصة نريدها او اي كتاب. انت اللي تختاري؟ نعم. وهذا مختارتنه ولا لا؟ أيوة أنا مختارت إنه الكتاب عبد الوهاب المسيري. نعم. جميل. وإن شاء الله بعد ما تخلص 20 كتاب ناوية تروح المراحل الثانية؟ أيوة. اللي أنت وصلي لي المرحلة الأخيرة إن شاء الله. هذا أول مرة أو أول سنة تشاركي في قطار المعرفة؟ أيوة أول سنة. تمام. وإيش بعد من الكتب اللي قرأتيهن وعجبنك؟ في كليلة ودمنة، السندباد، قصص كثيرة قريتهن. جميل. وانت بعد مشاركة في مسابقة القرآن الكريم؟ نعم. هذا السنة أول مرة تشاركة في المسابقة؟ أيوة أول مرة. إيش من الأجزاء اللي طلبوا منك؟ جزء قد سمع، وجزء تبارك، وجزء عمة. وخلاص حفظتيهم؟ لا ما كامل لسه، يعني بما أن السنة بدايتها صح؟ بدايتها. أيوة. ما أكيد بدأت حفظت شيء كذا. أيوة. إيش حافظة؟ سورة تبارك. ممكن تسمعينا شوية؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ممتازة يا ثريا. أنا بعد سمعت أنك تكتبين، يعني أنت تقرين قصص وتحبين قراءة القصص، ولكنك أيضا تكتبين قصص صح؟ أيوة. كم قصة كتبت لنا الحين؟ قصص واجد. وشاركتي في مسابقات؟ أيوة شاركت، لكن صف الخامس. وأنت الحين صف السابع؟ نعم. يعني السنة قبل الماضية؟ أيوة. وفزتي؟ لا. تتذكر القصة اللي كتبتيها عن إيش كانت؟ لا ما أتذكر. طيب ما ناوية تستمر في كتابة القصص؟ نعم. إيش بعد اللي نوعية الكتب الأخرى غير القصص اللي تحبين قراءتها؟ أحب أقرأ القصص الحقيقية الواقعية. ترى هي هذه قصص برضو، ما في شيء غير القصص؟ أقرأ كتب بعد. أي نوعية؟ أحب أقرأ كتب عن الأشياء القديمة مثل الفراعنة والبراكين والديناصورات. جميل جميل. وإيش تتمنى تصبحي لما تكبري؟ مهندسة معمارية. مهندسة معمارية. نعم. وليش عاد؟ بس أحب أبني بيوت. وأنت يعني شاطرة في الرسم؟ يعني. إيش المواد اللي شاطرة فيها في المدرسة؟ رياضيات. رياضيات. أكثر شيء أحب. ليش؟ ما أعرف، لأني أحب أحسب. يعني تحافظ جدول الضرب؟
أيوة حافظة. حتى جدول رقم 12 مثلا؟ يعني 12 في 12 كم؟ 144. ما شاء الله عليك أنت ممتازة. وقلت لي إذا أنت تتمنى تصبح مهندسة معمارية. نعم. إنزين إيش بعد؟ أريد أسألك عن الحكمة. إيش الحكمة اللي تؤمن بها؟ تاج الملوك من ذهب وتاج البنات من أدب. جميل. تاج الملوك من ذهب وتاج البنات من أدب. إيش راح هي حالي؟ تاج الملوك يعني من ذهب وتاج البنات من أدب، والأدب يعني حسن الخلق وحسن ممتاز ممتاز يا فريا. على ذكر الحكم والشعر والأشعار، أنت تحفظين أشعار؟ نعم. شعر مثل إيش؟ صوت صفير البلبلي. صوت صفير البلبلي، هذا عندكم في الكتاب؟ لا. وين قريتيها؟ في الإنترنت. الإنترنت. وهذا طبعا قصيدة شوية عجيبة صح؟ نعم. إيش سر عجبها؟ إيش سر العجيب فيها؟ إنه كلماتها كذا شوية صعبة صح؟ كلماتها صعبة. ممكن تسمعين إياها؟ صوت صفير البلبلي هيج قلبي السميلي، الماء والزهر معا مع زهر لحظ المقلي، وأنت يا سيد لي وسيدي ومول لي، فكم فكم تيمني غزيل عقيقلي، قطفتها من وجنة من لثم ورد الخجلي، فقال لا 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 وقد غدا مهرولي، والخود مال الطربا من فعل هذا الرجل، فولولت وولولت ولي ولي ويلل، فقلت لا تولولي وبين اللؤلؤ لي، قالت له حين كذا انهض وجد بالمقلي، وفتية سقونني قهيوة كالعسل لي، شممتها بآنفي أزكى من القرنفل، في وسط بستان حلي بالزهر والسرور لي، والعود دن 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 لي، والطبل طب 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 لي، طب 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 لي، والسقف سق 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 لي، والرقص قد طاب لي، شوا شوا وشاهش على ورقص فرجلي، وغرد القمر يصيح ملل في مللي. ممتازة يا فريا. خلينا الحين نشرح معانا المفردات. إيش يعني طب 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 بلي؟ طيب كم قال إيش إيش؟ وقال لا 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 لا. وقال لا 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 وقد غدا مهرولي. ممتازة ممتازة. الحديث معك ممتع يا ثريا، لكن وقت البرنامج انتهى. شكرا جزيلا لك على هذا الحوار الجميل معك ثريا بنت أحمد بن حامد الحارثي، الطالبة بالمدارس المتحدة فرع المنى، البالغة من العمر 12 عاما. شكرا جزيلا لك. عفوا. القارئ الصغير. القارئ الصغير مع تحيات سليمان المعمري وأمين العامرية. القارئ الصغير.